القاهرة الدولي للكتاب. معنا اليوم الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري. أهلا بحضرتك يا فندم في معرض الكتاب، وشرفتنا النهاردة. النهاردة طبعا حضرتك بنقول يعني ده حدث كبير جدا في مصر. حضرتك ده يعتبر المشاركة الأولى ولا شاركت قبل كده في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ كمشاركة في معرض القاهرة الدولي من زمان بدخل معرض القاهرة، لكن كمتحدث أول مرة يعني أتشرف بأن أكون متحدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فشكرا لهيئة العامة للكتاب وشكرا للمنظمين على الدعوة الكريمة. النهارده حضرتك كان بنتكلم عن ايه بخصوص الندوه النهارده؟ هو طبعا عشان شخصيه المعرض السنه دي دكتور سليم حسن ليه اسهامات كثيره جدا، فكان من ضمن البنود اللي اتكلموا عنها كل يوم هتكلم عن موضوع معين. كان النهارده بنتكلم عن الدستور الاخلاقي في مصر القديمه، وكان سليم حسن كان ليه كتاب اسمه الادب المصري القديم، كان بيتكلم عن حاجات من هذا القبيل. انا وزميلي دكتور احمد مكاوي استاذ جامعه القاهره ايضا تحدثنا عن الدستور الاخلاقي في مصر القديمه، ازاي مصر القديم كان بيعبر عن الدستور ده، وازاي لخصه في كلمه مميزه جدا اسمها ماعد بتمثل العداله والقانون والنظام والاحترام والعرف وكل المعاني الجميله التي يجب ان تتبع في المجتمع وفي المؤسسات. التركيز كان على تعريف المفهوم نفسه، كان عن اجراءات كيفيه تحقيق العداله والدستور واحترام القانون في مصر القديمه، عن مصر القديم وتخيله لمحاكمة الموتى في العالم الآخر اللي بتنطبق عليها فكرة الماعد بشكل قوي جدا. اتكلمنا عن دور المؤسسات والأفراد في الحفاظ على النظام، اتكلمنا عن الحاجات دي كلها. كان شايف حضرتك يا فندم بالحضور هل فعلا من فئة الشباب أم من فئة يعني الناس عادية؟ يعني هو متفاوت. يعني أنا شايف ناس أوفر 60 كتير، يعني مجموعة من الناس اللي فوق 60، وشايف شباب صغير يعني في الجامعة لسه، واتبسطت جدا بالمشاركة والجرأة بتاعت الشباب الصغير انه يتكلم ويعرض نفسه ويعبر عن رأيه ويناقشنا ويسألنا. وكمان في حاجات انا اتعلمتها منهم، يعني انا في بنت لفت نظر انها بتتكلم بشكل كويس جدا وعندها معلومات كويسة جدا، رغم انها مش بتاعت اثار ولا بتاعت اثار مصرية، الا انها اتكلمت عن الحضارة المصرية القديمة بشكل واعي جدا. فده بيطمنا ويدينا يعني رسالة مهمة جدا ان ما نقلقش على الاجيال القادمة. حضرتك دكتور علي، حضرتك شايف الإقبال على المتحف المصري الجديد، يعني هل هيأثر على الإقبال في المتحف المصري القديم؟ لا طبعا لا، احنا عندنا في ثلاث متاحف التنافس بينهم موجود، ولكن تنافس إيجابي. متحف المصري بالتحرير، متحف الحضارة اوريدي شغال بقاله 3 سنين، وكمان المتحف الكبير اللي فتحنا فتح جزء فيه في الجاليري، وقريب هنفتتح الفتح الكل. في كل واحد فيهم عنده فرص وعنده تحديات، فالتكافؤ موجود، وفي ديل تم او في اتفاق بيننا وبين بعض انه كل متحف بيتميز بحاجه تميزه. من المتحف المصري التاريخي لحد في حد ذاته كمبنى ميزه، المبنى نفسه اثر مسجل من 1983، هو عمره حوالي 125 سنه، فده المبنى عريق، اول مره نستخدم فيه الخرسانه في مصر كلها في المتحف المصري وهيئه قناه السويس، فده جزء. الجزء الثاني انا شغال دلوقتي على ان ارفع المتحف المصري على القائمه الدائمه لليونسكو، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا. الاثار الموجوده في المتحف المصري مميزه عن اي اثار في العالم كله، بنسميها ماستر بيسز اوف ايجيبشن ارت، الروائع بتاعه الفن المصري القديم. ده لا موجوده في متحف كبير ولا حضاره ولا طب المتحف الكبير عشان اشتغل حطينا له ايه؟ حطينا له مجموعه توت عنخ امون الجولدن فيرو او الفرعون الذهب. متحف الحضاره عشان اشتغل عملنا له ايه؟ وديناه له المومياوات. فالتكافؤ ده كان لازم يبقى موجود عشان ما فيش متحف يعني يحصل فيه دروب. يعني من وجهه نظر حضرتك شايف في اقبال في هذا العام على معرض القاهره الدولي للكتاب؟ انا يعني الحقيقه اول مره اجي المكان الجديد اتبسطت جدا، اتفاجئت بالعدد الرهيب جدا اللي موجود والزخم والاقبال من كل الاسر، وكانها فعلا احتفاليه كبيره جدا. الدوله كل سنه بتجهز بشكل رائع، وزاره الثقافه بتعمل شغل عالي جدا في التوقيت ده من السنه، كاننا بنستقبل كل سنه بثقافه. يعني سنه 24 لما تبدا يناير اول حدث كبير يحصل معرض الكتاب، دي رساله مهمه جدا للعالم كله. رؤيه حضرتك بقى بالنسبه لل يعني الوضع في عايز اقول ايه الاثار المصريه او في السنين القادمه ان شاء الله، هل هيبقى في اقبال من المواطنين على زياره الاثار او زياره الاماكن الاثريه بشكل كبير؟ أيوة. رؤيه حضرتك او نظر وجهه نظر حضرتك؟ الوعي بيزيد الحقيقه، يعني انا لما كنا طلبه كان يعني كنا بنروح المتحف عشانها بتوع اثار،
لكن دلوقتي لما بشوف المتحف بشوف فيه بتاع اثار وبتاع غير اثار، بشوف اسر جايبين ولادهم من المتحف المصري، فالوعي بيزيد. غير كده في المناطق الاثريه بشتغل في كومومب مثلا، بعمل شغل هناك نشر المعبد، بروح الواحات، بروح اماكن كده، بتفاجئ بزيارات المدرسيه، وده دور المدرسه انها تجيب الولاد بتوعهم ويجوا يزوروا المدرسه، الاسره برضه تجيب ولادها وتيجي المتحف او المعبد، وده الهويه بتاعه مصر. يعني ان المصري اتولد في بيئه مميزه، ولازم عشان يبقى فيه استدامه لازم يحافظ على البيئه دي للاجيال اللي جايه. فطبعا بالنسبه لنا في الاثار الحفاظ على البيئه ان احنا نزورها كتير. الاثار لما لو سبتيها ما زرتهاش ممكن تهمك، لكن لما الرجل تبقى موجوده فيها على طول هتفضل قائمه وتفضل تدي الكفاءه بتاعتها بشكل عالي جدا. دكتور علي، نتوجه لحضرتك بالشكر، وشكرا على هذا اللقاء الجميل. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. وحضرتك طيب. كانت معكم هيام آدم، بوابة أخبار اليوم من معرض القاهرة الدولي للكتاب.